Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Neste vídeo, vamos falar a respeito dos artigos indefinidos. بهذا الفيديو بدنا نتكلم عن أداة النكرة. نحن شفنا فيديو من قبل بيحكي عن أداة التعريف اللي هن A للمؤنث المفرد, S للمؤنث الجمع, O للمذكر المفرد, S للمذكر الجمع. اليوم بنتكلم عن أداة النكرة باللغة البرتغالية. نحن عندنا أربع أدات نكرة: أوما, عدوا معي, أوما سينجولار فيمينينو يعني مفرد مؤنث. استيز ديا أوما مش واحدة إيه باللغة البرتغالية عندنا مش كبيرة. نفس الكلمة ممكن يكون عندها عدة معاني. في بعض الكلمات عندها 10 معاني, 15 معنى, 20 معنى, للأسف الشديد. ولكن شو بنعمل؟ بنتعلم إن شاء الله رب العالمين, وبالجمال رح نعرف إذا الكلمة معناها أداة نكرة أو معناها واحدة. حتى وقت ما بدك تترجم أي كلمة ما تحط أبدا ترجمة كلمة بكلمتها, دائما حط الجملة كاملة حتى يترجم المعنى ولا يترجم كلمة كلمة, عشان نفس الكلمة إلا عدة معاني. رجعوا معي على الدرس. أوماس يعني بالعربي شيء ما, ولكن هوني أشياء ما, يعني أداة نكرة بلوراو اللي هو جمع, فيمينينو اللي هو مؤنث, أوم واحد إذا كنا عم نعد, بس هوني ما مثل ما قلنا إنه نفس الكلمة لعدة معاني. هوني أنا قصدي بهالدرس أداة نكرة ماسكولينو مذكر سينجولار مفرد. أونس بتغير دائما الكلمة بالبرازيلي, إذا بتنتهي بحرف الإمي وقت ما بدي أكتبها جملة بالجمع بتصير أونس, بتغير من الإمي بتصير إني أسي. أون اللي هو أداة نكرة ماسكولينو سينجولار مذكر مفرد, أونس ماسكولينو بلوراو مذكر جمع. هلا التعريف عنه: أرتيغو إنديفينيدو هو أداة نكرة. عدوا معي: أرتيغو إنديفينيدو, أرتيغو إنديفينيدو أداة التعريف, أرتيغو ديفينيدو بس إيم الـ إن بصير ديفينيدو. إيه أوزادو أنتس ديون سبستانتيفو مستخدم قبل اسم, إنديكا وجينيرو يشير يدل جنس الشيء إذا مؤنث أو مذكر, إيه ونوميرو ديلي إذا مفرد أو جمع. ديوما مانيرا إنديفينيدا بطريقة نكرة غير معروفة. هلا حطيت بعض الأمثال حتى نحن نتدرب. مهم جدا وقت ما تتعلموا معي يكون معكم دفتر قلم. بعرف إنه مش سهل الحياة, ولكن لازم واحد يرتب حاله, مش هيك فيديوهاتي أقل من 10 دقايق حتى تستفيدوا كثير. يكون عندكم دفتر, يكون عندكم قلم, وتكتبوا على القلم على الدفتر الكلمات اللي عم تستخدموها والكلمات عم تعلموها, هيك بتحفظوا بطريقة سهلة جدا, تعلموا اللغة البرتغالية بطريقة سهلة كمان. حطيت هون بعد أمثال: فيمينينو مؤنث, عيدوا معي, فيمينينو مؤنث, سينجولار مفرد, سينجولار مفرد, بلوراو جمع, بلوراو جمع. مثلا: أوما كديرة, أوما كديرة, كديرة كرسي, أوما هوني بمعنى أداة نكرة, كرسي ما, أوما كديرة بالعربي كرسي هذا الكرسي مذكر, ولكن بالبرازيلي هي مؤنث. ما نترجم بالعربي حتى نعرف إذا مذكر أو مؤنث, نتعلم بالبرازيلي كيف هي الكلمة إذا مذكر أو مؤنث. أوما كديرة, عدوا معي, أوما كديرة كرسي ما بالجمع, أوماس كديرس, أوماس كديرس كراسي ما, أوما سينيورا, أوما سينيورا سيدة ما, أوماس سينيورس, عدوا معي, أوماس سينيورس سيدات ما, أوما كريانسا, أوما كريانسا طفل ما, أوماس كريانساس, أوماس كريانساس أطفال ما. هون لاحظوا كل الكلمات اللي بتنتهي بالآ وقتما بدي حطها بالجمع بس تضيف لها أس, سهل جدا. كديرة كديرس, سينيورا سينيورس, كريانسا كريانساس. حطيت بعد مثلين أصل من أفعال, كل كلمة بتنتهي بسون أو أون تيجي من فعل فهي مؤنث, بتصير هوني أوما إزيبسون, عدوا معي, أوما إزيبسون, أوما إزيبسون.
عرض ما أو معرض ما. تجي من فعل إزبير يعرض. هلا بالجمع أمس إزيبيسونس. أمس إزيبيسونس. عيدوا معي أمس إزيبيسونس. معارض ما. هون الجمع ما نحط له بس أس. تغير من أون لأوينس. أمس إزيبيسونس. من أون تصير أوينس. هلا أما أوبينيون. أما أوبينيون. رأي ما بيجي من فعل أوبينار. يعطي رأي. أوبينار يعطي رأي. أما أوبينيون رأي ما. أمس أوبينيونس. أمس أوبينيونس. آراء ما. نفس الشيء صار بين إزيبيسون إزيبيسونس. أوبينيون أوبينيونس. هلا بعض الأمثال على ماسكولينو مذكر. سينجولار مفرد. بلورال جمع. ماسكولينو مذكر. أم بانكو. بانكو ما. أم بانكو. أمس بانكوس. بنوك ما. بانكو إلى كمان عدة معاني. ممكن يكون البنك مصرف ما تحط مصاري. ممكن يكون بنك جمع كراسي مع بعضهم البعض. كمان بيسموه بانكو بالبرازيلي. عيدوا معي. أون سينيور. أون سينيور. سيد ما. أونس سينيوريس. أونس سينيوريس. أونس سينيوريس. أسياد ما. أون جوفين. أون جوفين. أونس جوفينس. أونس جوفينس. إذا الكلمة بتنتهي بالأو وتم إجمعها بس بتضيف لها أس سهل جدا. أما إذا بتنتهي بالآهي بتضيف لها إياسي. بهالمثال مثل سينيور تنتهي بالآهي نضيف لها إياسي بتصير سينيوريس. إذا بتنتهي بالإيمي أون جوفين بتغير الإيمي لحرف الإني. الحرف النون بالبرازيلي حرف الإني وبتضيف لها أس. مثل أون أونس. أون أونس. جوفين جوفينس. إذا بينتهي بالا أسهل شيء مثل أوما أوماس. مثل كديرة كديرس. سينيورا سينيورس. أما هوني إذا بتنتهي بالأو كمان سهل جدا مثل الأ. تنتهي بالآهي من ضيف الآياسي. تنتهي بالآمي من غير الآمي للآنياسي. هلا كون نحن متعودين كشوهو. كون نفس المعنى. أون كون. أون كون. أجمل وألطف من كشوهو كبير كثير. كشوهو كشوهو نفس الشيء. كون أون كون. عيدوا معي. أون كون. كلب ما. كلاب بالجمع أونس كينس. أونس كينس. كلاب ما. أون بون خبز ما. أونس بينس. أونس بينس. يعني بون لحالة بفش أسي بأخرتها. خبز يعني رغيف أو سمون واحد بس. هوني نكرة ما بعرف من هو حتى ما نخربط مع الواحد. هوني خبز ما. هوني بينس بالجمع يعني خبز ما بالجمع. أونس بينس بيختلف عن وقت ما يصير الفعل. وقت ما كان فعل ونحط له سون وقت ما ينجمع بيصير سوينس. إزيبيسون إزيبيسونس. أوبينيون أوبينيونس. هوني كون كينس. بون بينس. كرمال السمع. اللغة البرتغالية كتير بتتأثر كرمال السمع حتى السمع يكون مليح للأذن ما تجرح الأذن. نخلص الدرس لكين. أون بون أون سبينس. وهكذا إن شاء الله رب العالمين تكون عم تستفيد بإذن الله تعالى. ضعوا الكومنتس حتى دائما نحن نحسن الدروس حتى تكون مستفيد لكم أكثر بإذن الله تعالى. نراكم بالفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.